السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشرح لكم تكملة كيف تلتقط الأسياخ الهدف. اليوم حنخصص الدرس هذا لتعكيس الأسياخ. يعني كيف بتعكس الأسياخ؟ ليش بتعكس على اللي بسموه زجزاج أو بسموه هالات؟ بتعكس في هذه الأماكن معنا وتتجه يا يمين أو يسار، وكيف العملية بتتم. احنا بغض النظر سواء كان الهدف مشع، فراغ، اي معدن، ايا كان، احنا نوضح حركة الاسياخ. ليش الاسياخ بتأكس يمين او يسار؟ هل في فعلا هالات؟ هل هاي اسمها هالات؟ هل هي هالات؟ اول اشي بتكون تفهموا شغل واحدة، الموجة هي عبارة عن اضطراب اهتزاز ينتقل عبر الفراغ وعبر ايش؟ المادة. يعني هو من تحت الارض مادة وفوق الأرض يعتبره فراغ وبيحمل طاقة. بما أن الاضطراب ثابت بتكون الموجات ثابتة بتتهز لأعلى لأسفل، يعني رايحة بالشكل هيك جاية. طبعا على قانون أوم، هلا رايحة شو اسمه، طالعة نازلة منعكسة، طالعة نازلة منعكسة، بفضلها لما لنهاية. هلا هاي نغمة. ليش نغمة؟ لأنه الصعود، يعني هذا الصعود مش نفس، يعني نفس الصعود اللي هون، نفس الصعود اللي هون، نفس الصعود اللي هون، لكنه ليس مثل نزول. يعني هذا نزول يساوي نزول ونزول هون ونزول هون، وليس الصعود الأعلى يساوي النزول. يعني هاي قوة وهاي قوة تانية، يعني نغمة. يعني هاي كاملة تساوي هاي كاملة، لكن هاي تساوي هاي ولا تساوي هاي. أما هاي تساوي هاي تساوي هاي تساوي هاي، عشان نفهمها. والموجة إلها ارتفاع، يعني كل ما زاد الطول الموجة يعني قل ارتفاعها، كل ما حد أو صغر طول الموجة كل ما طالت لأعلى، لأن قوتها بتكون أكبر. هلا هاي نغمة، وأيضا مجموع أطوال عدة طولات موجية بيساوي نغمة. مثل يعني لو عملنا بالشكل هذا، هلا هاي نغمة، بس نغمة بيكون فيها عدة أطوال موجية، يعني مثلا 10 أطوال، 15 طول. هذا ايش؟ المعدن الصادر منه أو الهدف الصادر منه له نغمتين، نغمة صغيرة وفي نغمة كبيرة. يعني مثلا القلب نغمته النضة، لكن على مخطط القلب بعطيك النغمة اللي هي اللي بيظهر فيها مخطط القلب، يعني نغمتين. عشان هيك احنا هاي حددناها بحركة المشع، وهاي بحركة الدبل مشع واللي هي العدد الذري. احنا فهمناكم انه بيصير ترابط وتداخل بين الموجات، يعني انت هون وهون الهدف. هذا الترابط ما بيصير الا اذا ايش؟ كان نفس الموجات من نفس النوع ونفس الوسط. طب كيف بيصير هذا الحكي؟ بيصير هذا الحكي هسه الامواج، طبعا انت هون خلينا نقول واقف، بتلتطم فيك، وعلى قانون نيوتن بترتد بنفس القوة والقدرة. يعني قانون نيوتن كل فعل رد فعل بيساوي له في القوة وفي المقدار، بس المعاكس له بالاتجاه. يعني نفس هاي بتلتطم فيك بترجع بنفس القوة والقدرة والطول، وبتنعكس لأنه الوسط واحد اللي هو سطح الأرض، نفس الوسط، وشرط انه يكون في حاجز هو اللي هو انت. فبالتالي بصير التداخل هذا، يعني التداخل لا يمكن يحدث الا اذا كان في حاجز او انت موجود. غير هيك يعني يجي يقول لك واحد في هالات، لا يمكن في هالات. عشان هيك حط سيخ في الارض بتحركش، لانه فيش هالات، لانه انت مش موجود. هلا راح نعطيك وانت موجود السيخ، سواء كان ماسكه او متحرك. وهو بشكل عام انت لما بتيجي
تخش منطقة الترابط بأكس معك السيخ. هلا هذا التداخل، هذه النقاط بسموها نقاط يعني أنماط التداخل، أو بسموها أهداب التداخل أو المناطق المضيئة. وهاي اللي بينها، هاي المناطق المظلمة أو اللي ما بيصير فيها تداخل. يعني أنت لما بتتحرك 5-6 متر بعدين بأكس السيخ معك، بتبقى وقفت فورا على نقطة التداخل، فبالتالي السيخ بيكسر. إذا كنت أنت الهدف على يسارك بتكسر على اليسار، إذا كان الهدف على يمينك بتكسر على اليمين. يعني لو فرضنا هون هدف وأنت هون شخص بفحص، هون شخص، هلا بيننا بشكل عام بيننا وبين الهدف هو نفس التداخل، هذا بينك وبين الإيش؟ اثنين بينه وبين الهدف. هلا هذا راح يلف عكس عقارب الساعة، يعني ياخذ الهدف، فبالتالي سيخه حيأكس على اليسار، هو رايح باتجاه رايح هون بيأكس على اليسار عشان الهدف على اليسار، وهون لأنه الهدف على اليمين وهو رايح عليه حيأكس على اليمين، راح ياخذ نقاط تداخل وحيمشي هي المسافة اللي هي أنماط التداخل اللي هي المناطق المعتمة اللي راح يمشي فيها بدون ما يأكس. لما يصل في المنطقة الهاي بيأكس. هلا في حالة الانتظار وانت ماسك السيخ او منزل السيخ ومشيت بعد، انت انتظارك في المكان بيصل لحد موضع رجليك التداخل، فبالتالي لما تخطو خطوة بيأكس معك السيخ سواء يمين او يسار، هذا في حالة الانتظار. أما مش في حالة الانتظار زي ما بفحصه سواء بسيخة أو سيخين بيمشي له مثلاً 2-3-4 في المناطق المظلمة اللي فيش فيها تداخل، بس يصير في نقطة فوق نقطة سيخ فوق نقطة التداخل بيكسر مباشرة. فهذا حبينا نوضح لكم إياه. فهاي لو اعتبرنا هذا هدف وهذا أنت، شو اسمه الهدف بيسحبك سحب بنفس المناطق التداخل بيصير بينك وبينه، يعني بدون وجودك ما في تداخل. او ارفع حالك مثلا اعلى من الموجات، يعني خليك عمود رفيع جدا وانت فوقه مثلا، ما راح يصير تداخل، ولو مشيت فيه ما راح يصير لا يروح يمين ولا يسار لانك مش موجود على الارض. ليش؟ تنعكس موجات على قانون نيوتن ويصير فيها الهاد. فبالتالي هاي اسمها الحقيقي زي ما قلنا أهداب التداخل، أنماط التداخل أو المناطق المضيئة. وهاي يعني هذا المربع مناطق المعتمة اللي أنت بتمشي فيها بدون ما يعكس السيخ، وهذه النقاط المناطق المضيئة اللي هي الهدب التداخل بيعكس فيه السيخ لما تصل فوق. هلا التربيعة اللي هي يا بتعكس يا بتربع بسموه هذا الهدب المركزي. يعني زي ما احنا في الصور هاي اللي احنا بنشوف ان شاء الله بنشرح فيها 100%. هلا لنفرض ننعكسها، بدل انت وشخص بتفحصه وهذا الهدف، بدنا نعتبر انت هون وفيه هون هدفين. هلا شو بدي يحصل كالاتي. هلا انت اذا اخذك السيخ على اليمين بتاخذك على الهدف، إذا أخذك على اليسار حيأخذك على الهدف، لأنه نفس النمط التداخل بيكون بينك وبين الهدفين نفس الإشي. يا بأخذك نمط التداخل اللي بينه وبين الهدف اللي على اليمين بأخذك على اليمين، يا بتأخذ الهدف اللي أقرب. هلا أنت لو دخلت في المنتصف، يعني كنت هون بلشت الشغل ودخلت بين الهدفين، حيصير تداخل مع الهدفين، بالتالي السيخ حينفرج حيعمل انفراج معه. وشرحنا احنا في فيديو من 6 شهور لما عملناه في الحقورة السيخ، انه انفراج السيخ لا يعني عفرق غيره، فيعني انه في عندك هدفين، واحد على اليمين واحد على اليسار، ومش شرط تكون قريب من هاد او قريب من هاد او في النص على الجهتين، بده يعطي سيخين انفراج انك 6 هدفين. فحبينا نوضح النقطة بالشكل هذا. فبالتالي طول السيخ وقصر السيخ وارتفاع السيخ حيلعب معنا دور بالنغمة، لأنه النغمات متنوعة. هلا أنت بكون أنت واقف بكون عدة أمواج مشكلة،
واصلة سيخ، إشي أوطى بسيخ، إشي بارتفاع سيخ، إشي أعلى بسيخ، وكل واحد له نغمة. اللي بتعمل معاه تداخل بتاخده. هلا التداخل راح يعتمد على طول السيخ وارتفاعه، يعني إذا الموجة مش واصلة سيخ ما راح تعمل معها تداخل، اللي واصلة سيخ حتعمل معها تداخل. وإذا السيخ كان قصير ومش واصلتك الموجة ما راح تاخذها، واللي بتصلك أو بتصل لحدود السيخ بتعمل معها ايش؟ تداخل زي ما في الصورة هون. كل إشي له نغمة، يعني زي نبضة القلب نبضة بس إلها نغمة خاصة فيها. عشان هيك احنا اشتغلنا على نبضة العدد الذري والشغل هذا. والسيخ سواء طوله أو قصره حيلعب دور بكثافة المعدن، يعني أنت لما بتاخذ على كثافة المعدن برضه بتحكم فيها طول السيخ. وطبعا حنشرح الجمعة الجاي كيف أنت بأكد يعني بيشتغل السيخ معك وأنت واقف أو ما بيشتغلش. طبعا إحنا هذا الشغل لازم أنت تتحرك، أنتوا فهمت على كيف؟ إحنا شغلنا حنشتغل اللي هو السيخ المشع له شغل خاص، هذا تفسير خاص رح نشرحه احنا طبعا، بس انا رح احكي لك هذا على السياق العاديه والشغل على العادي. طبعا في بسموها هاي كمان حيود بتتسمى وشو اسمه. وبالنسبه هذه النقاط زي ما قلنا لكم هي هاي اللي بتكون فيها صورة للهدف. احنا طبعا رح نعمل برضو ناخذ العمق عن طريق صورة الهدف ان شاء الله، يعني هذه المناطق بتعطي صور للهدف اللي احنا ماخدينه. يعني بعبارة اخرى السيخ بيأكس على الاهداف وواخدك على الهدف اللي انت عملت فيه تداخل. لو فرضنا انه هذا هدف وهذا هدف مختلفات وفيش هدف هو بس عندنا هدفين، هلا كيف راح يصير فيهم ترابط؟ اي هدفين ما راح يكون فيهم ترابط بشكل عام. السبب الا اذا كان فراغه معدن بس بيكون في بينهم ترابط، اما اذا كان مثلا هدف معدن وهذا معدن واحد بيطغي على الاخر. ليش؟ لانه راح تكون الطول الموجي للاول غير الطول الموجي للثاني. هلا اللي بيكون طول الموجة أصغر بيطغي على هب، بكون طاقته أكبر بيطغي إيش على الهدف الأول. يعني زي في الصورة، يعني إن شاء الله التوضيح في الصورة مبين. فبالتالي إيش؟ لو كانوا عدة أهداف فكل هدف نغمته شيء شكل، أقوى واحد اللي هو بيطغي على الباقي اللي هو طول موجة أصغر. لو استخرجنا اول واحد بيطلع المعدن الثاني اللي يعتبر بعد هذا طول الموجي بتاعه اصغر. عشان هيك احنا مثلا شغل المشعات كان نحفر اكثر من مره، بس حبينا نوضح هذا الشيء. فكل هذا على قانون نيوتن شغال، يعني احنا بنشرح لك اياه الطريقه علميه ليش باكد السيخ بغض النظر شو مدى التأكيس وشو مدى الهدف. احنا بس عشان نوضح السيخ ما في هالات، بس احنا خلص ركبت عقولهم ظلوا هالات هم حرين انتو، بس احنا حبينا نوضح لكم اياه ونشرح لكم اياه بشكل حقيقي، وهذا هو العلم. وبقول لك نظري نظري وبتقدر تطبقه عملي واحنا قدها. ويا سيدي نظري خليهم بالعملي تاعهم، وإن شاء الله حيكون لنا حلقة حنوضح فيها كيف المعدن لما بخرج على هاي بعد خروج الموجات. هلا راح نوضح كيف بيطلع الموجات من المعدن للسطح، هاي مهمة. وراح ناخذ العمق سواء على صورة الهدف اللي هي عن المناطق اللي هي التداخل أو المناطق المضيئة. لاحظوا إنه تكون بشكل دائري، يعني انت بس بتاخذ الهدف بشكل دائري. وان شاء الله توضيح هذا ان شاء الله الجزء الثالث، وان شاء الله حنكمل وراه ناخذ الهدف اللي هو الفراغات
كيف بيتم مصطاد الفراغات بطريقة مشابهة لكن مختلفة شوية عن هذا الحكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.